2011 كانت السنة اللي نزلت فيها سكايريم على اكس بوكس 360 بي سي وبي اس 3 وعملت ضجة كبيرة جدا وتعتبر من احسن العاب الار بي جي اكشن في عالم مفتوح من تطوير بثيسدا اللي طوروا عناوين كتير كبيرة جدا زي سلسلة فول اوت وديس اونرد وبرضو دوم وذا ايفل وذين. والسنة دي في 28 اكتوبر نزل السكايريم سبيشال اديشن اللي هو يعتبر ريماستر لسكايريم بس باضافات كتير وكمان الدي ال سيز كلها اللي هما داون جارد هيث فاير ودراجون بورد. النسخة دي مرشحة جدا للناس اللي ما لعبتش سكايريم قبل كده لان هي نفس اللعبة بالظبط لكن اكتر نسخة ثابتة وسلسة وبتقدم لك التجربة اللي ما تتفوتش بجرافيكس واضاءة محسنة من غير اي تغيير في القصة ولا حتى اضافات لاسلوب اللعب او تعديل في الكومبات سيستم جليتشز ومعظم سلبيات اللعبة. فالريفيو ده هيبقى مخصص اكتر في الكلام عن ايه الجديد في السبيشال اديشن ومش القصة او اللعبة الاساسية لان هم ما استخدموش الجيم انجن بتاعهم كرييشن انجن في تظبيط اي حاجة في اللعبة. بس باختصار برضو قصة سكايريم الشهيرة هي انك بتعمل شخصية من اختيارات عديدة تعتمد على اسلوب لعبك لو كان مثلا ستلثي او هجومي اكتر او بتستخدم سحر اكتر وهكذا وبتبدأ القصة كمسجون وهتتعدم بس بيحصل هجوم تنانين مفاجئ على العالم بينقذك وظهور التنانين ما حصلش من فترة طويلة جدا. انت من سلالة قديمة جدا ونادرة اسمها دراجون بورن بتقدر تسيطر على قوة التنانين وتستحوذ على روحهم ومع تسلسل الاحداث اللي بيعتمد على اختياراتك في اللعبة هتلاقي مساعدة من كهنة عشان تستكشف قوتك اكتر وتكون مؤهل وجاهز تحارب اللي ورا موضوع الظهور واعادة احياء التنانين. What is that thing? Could the legends be true? Legends don't burn down villages. طبعا في مهمات جانبية حلوة جدا ممكن اصلا تنسى نفسك فيها وتقعد تلعب وتلاقي 8 ساعات عدوا ولسه ما روحتش على المهمة الاساسية وده اللي بيخلي اللعبة ممكن تعدي 200 ساعة لعب قصة بس. فانك ترجع تاني وتعيش المغامرة وتسترجع ذكرياتك مع اللعبة بجرافيكس محسنة بالاضافة للدي ال سيز الثلاثة اختيار لا بأس به. الفرق شاسع هيبان مع الكونسولز مثلا الفرق ما بين البي اس 3 والبي اس 4 ضخم جدا فتفاصيل الوش والجسم والتركيز الاكبر على العالم من ناحيه الزرع التلج الميه الشمس والاضاءه والالوان بشكل عام حتى اضافه الدبث اوف فيلد ودي حاجه اللي بتقرب ما بين عين الانسان الحقيقيه اللي بتركز في حاجه واحده بس وتزغلل كل اللي حوالين الحاجه دي وعين الكاميرا العاديه. طبعا بامكانك انك تشيل الموضوع ده خالص او تشغله عشان تحس بواقعيه اكتر. الفرق في البي سي مش كبير قوي زي الكونسولز او مش فرق كافي انك تشتري لعبة بسعر $40 اللي هو قريب جدا من سعر لعبة كاملة جديدة خصوصا لو انت لعبت اللعبة قبل كده وكمان كان عندك امكانية استخدام المودز اللي بتحسن تجربتك مع اللعبة. انما في الكونسولز الجزء الاصلي ما كانش فيه المودز متاحة على الاكس بوكس 360 والبي اس 3 فدلوقتي مودز البي سي تقدر تستخدمها على الكونسولز وتفعلهم في اللعبة. المودز كتيرة وبيختلفوا عن بعض بس كلهم مهتمين بانهم يحسنوا تجربتك للعبة بس مشكلتهم انهم بيقفلوا لك الاتشيفمنتس او الجوائز والتروفيز على الكونسول. حاجة كانوا بيعانوا منها جميع سكايريم فانز كانت اللود تايم اللي هو الوقت التحميل اللي كان بيوصل ساعات لست دقايق كاملة في المستويات العالية. دلوقتي على الكونسولز والبي سي الوقت ده قل جدا ودي تقريبا اكبر ميزه او تعديل حصل في اللعبه جنب الجرافيكس. I can't believe it. You're Dragonborn. In the very oldest tales, back from when there were still dragons in Skyrim, the Dragonborn would slay dragons and steal their power. اكبر عيب واجهته في اللعبه هو ان كل شويه كانت بتقفل في وشي وتعمل كراش واكتشفت انها برضو بتقفل على البي سي والاكس بوكس 1 بس في الاول والاخر سكايريم هتفضل طول عمرها من احسن العاب الار بي جي من 5 سنين لحد دلوقتي والسنين قدام. فالكل عشاق سكايريم وبالاخص الناس اللي كانت بتلعب اللعبه على الكونسول السبيشال اديشن ده هيقدم لك تجربه رائعه بالمودز الجديده والجرافيكس المحسنه والدي ال سيز الثلاثه. فتقييمي للريماستر سبيشال اديشن بتاع سكايريم 8/10 للاسباب المذكوره. اتمنى يكون الريفيو عجبكم وما تنسوش تقولوا لنا لو هتشتروا اللعبه ولا لا في التعليقات. نشوفكم في ريفيوز تانية. باي. We would speak to you. Stand between us and prepare yourself. Few can withstand the unbridled voice of the graybeards, but you